يعني ممكن ست الميزان او بنت الميزان دي تقعد بس كده نص يوم كامل بتظبط في لبسها قبل ما تخرج، ده على سبيل المثال. يعني هي بتاعتها فيها حاجة مميزة، هما ملوك الشياكة، صدقني هتوصل لقلبه بالتدريج. وست الميزان تخطف أنظار النساء وقلوب الرجال أو الشياكة. اهلا بكم يا اصدقائي، يا رب دايما تكونوا بخير، واي حد عنده اي مشكلة ان شاء الله يقدر يحلها في اسرع وقت. في البداية بقول لك، انت لسه لو ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك علشان نفضل متواصلين مع بعض. وكمان لو انت جديد يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك. النهاردة هنتكلم عن برج الميزان، وعشان برضو حبايبنا اللي بيسألوا عن ترتيب الأبراج، يعني ليه بنبدأ ببرج وبنسيب برج شوية للآخر، قلنا بنمشي حسب الأغلبية، يعني البرج اللي ليه جمهور أكتر وليه متابعين أكتر بنبدأ بيه، وبعدين الأكثر فالأكثر هكذا. فعندنا برج الميزان في المركز الثامن تقريبا، والحمل في المركز الأخير، يعني لا جديد يذكر تحت الشمس. وقلنا ان احنا بنعرف الكلام ده طبعا من خلال لايكاتهم وتعليقاتهم على الابراج اللي او على الحلقات اللي بتخص ابراجهم، كل واحد يشجع برجه. برج الميزان، ايه اللي انت لازم تخلي بالك منه ولازم تعرفه عن برج الميزان لو انت هتتعامل معاه او قبل ما تتعامل معاه؟ الثوابت اللي انت لازم تخلي بالك منها عشان تنجح بالعلاقة، يلا بينا. هما ملوك الشياكة، اللبس، البرفانات، الحاجات بتاعتهم هتلاقيها ماركة، هتحس ان فيهم حاجة مميزة، الأناقة بتاعتهم والشياكة بتاعتهم مميزة، اهتمام بالنفس لأقصى الحدود، لأبعد الحدود. يعني ممكن ست الميزان او بنت الميزان دي تقعد بس كده نص يوم كامل بتظبط في لبسها قبل ما تخرج، ده على سبيل المثال. يعني انا بديك قد ايه هما بيهتموا بهندمة وتنظيم لبسهم، تنظيم نفسهم، وكمان متحدثين لبقين اجتماعيين من الدرجة الاولى، حالهم كحال اي برج هوائي. تخلي بالك من الحاجات دي ليه؟ عشان لما تتعامل مع برج الميزان تهتم بنفسك قوي، فلازم يشوفك جميل قوي، سواء انت كنت راجل سواء كنت ست. اعرف ايه الحاجات اللي بتستهويه عشان تعرف تتعامل معاه، عشان تعرف تدخله من خلالها، تعرف ان انت تعلي حظوظ التعامل والعلاقة بينكم. من الأبراج اللي لازم تقنعك بوجهة نظرها، وجهة نظره ما عندوش أي مشكلة إنه يقعد ساعات بل أيام يقنعك فيها، ما يملش من حتة إقناعك بوجهة نظره، رغم إنه ممكن يميل للعصبية شوية، لكن في حتة الحديث عن وجهات نظره وقناعاته لا، ما عندوش أي مشكلة إن هو يطول معاك في الكلام. وعلى فكرة نصيحة لأي حد مرتبط ببرج الميزان، ويعني الكلام بينهم محدود أو مواضيع الكلام بينهم مش عميقة أوي، جدله، هو بيحب الجدال، شوف حاجة كده هو مهتم بيها وقول له إيه رأيك في كده، لا طب أنا مختلف معاك في كده، طب أنت شايف من وجهة نظرك إيه الصح، طب إيه الغلط، صدقني هتوصل لقلبه بالتدريج. هو بيحب كده، بيحب النقاش، بيحب المحاورة أوي، اجتماعي زي ما قلنا، حنين على فكرة، حنون جدا، رغم ان هو ممكن الراجل ما بيحبش تبان عليه الصفة دي أوي. الست العكس بقى، الست بتلاقيها حابة ان هي تبان عليها الصفة دي. كمان هو من النوع اللي بيدرس جدا اي قرار قدامه، عنده صبر في حتة ان هو يدرس، يمكن بيتفوق على كتير جدا من أقرانه من الأبراج التانية. بيحب ما ياخدش قرار متسرع، وممكن ياخد قرار
ويرجع فيه تاني. لو اكتشف بنسبة بسيطة وحط تحت دي خط ان هو مش قرار موفق قلوبها، يعني برج الميزان. لكن برج الميزان بقى، بنت برج الميزان او ست برج الميزان، الجاذبية بتاعتها فيها حاجة مميزة، فيها حاجة مختلفة عن أي برج تاني. بنت الميزان وست الميزان تخطف أنظار النساء وقلوب الرجال أو الشباب، واخدين بالكم؟ تخطف أنظار النساء وتخطف قلوب الشباب أو الرجال بالجاذبية بتاعتها. وهو ده الفرق بقى، هو ده اللي بيخلي الجاذبية بتاعتها غير جاذبية أي برج تاني. هي عندها الملكة دي على فكرة، وخاصة لو اشتغلت عليها تبقى حاجة يعني فوق الوصف. بنت الميزان زي بنت العقرب زي بنت الأسد، عندهم جاذبية كبيرة جدا. ولكن كل واحد فيهم، يعني إن شاء الله في الحلقات كده لما هنتكلم عنها بالتفصيل هنوضح إيه الفرق بين جاذبية كل طرف منهم أو كل برج. ما هو في جاذبية عقلانية، في جاذبية رومانسية، في جاذبية أيا كان. يعني مش عايزين نخش في تفاصيل بعيدة عن الحلقة، إن شاء الله هنوضح الكلام ده عشان نفهم شخصياتنا وشخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. أكتر سهل جدا إنك تتعلق ببرج الميزان، لكن مش صعب إن هو يتعلق بيك للدرجة اللي أنت بتتمناها. بنت الميزان لو أنت مرتبط بيها خرجها، خرجها، فسحها، عرفها على أهلك، هتشرفك. يعني عرفها على أهلك وعلى بيتك وعلى معيشتك، هتتشرف بيها، هتتشرف بجاذبيتها وبأسلوبها الجذاب وبطريقتها الاجتماعية. من غير ما نخش في تفاصيل أكتر كده، نكون ركزنا على أبرز الصفات اللي تهمنا في برج الميزان واللي تهم أبراج الميزان نفسهم. أتمنى منكم في نهاية الحلقة شير شير لأي حد برج الميزان أو أي حد بيتعامل مع برج الميزان، وما تنسوش ما تنسوش تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي. أنا بقرأ كل التعليقات وبحب دايما إني أشارككم رأيكم. توحشوني.